بعد إقالة حسام البدري، أنت مع مدرب مصري ولا أجنبي للمنتخب القومي وليه؟ أفضل المدرب الأجنبي عشان خاطر إن هم الفترة اللي باقية ضيقة جدا، على سواء على المونديال السنة الجاية أو حتى بطولة أفريقيا في السنة دي أو حتى بطولة العرب. مدرب مصري برضو، لأن إحنا بننمي برضو الناس المصريين عندهم فعلا خبرات خلاص ان هم يدربوا منتخب مصر. طبعا المدرب المصري افضل وهيبقى عنده حماس لبلده. انا شايف المدرب المصري افضل عشان هو عارف لعيبته. احسن واحد موجود دلوقتي حسام حسن. مع مدرب مصري، ويا ريت يكون حسام حسن عشان يدي روح للفريق. مدرب مصري حسام حسن. حاجه تبقى بلدنا احسن من نجيب حد من بره يمسك بلدنا. هو الافضل طبعا للمنتخب مدرب اجنبي. هو انا شايفه ان طبعا المنتخب المصري لازم يكون فيه مدرب مصري صراحة مع مدرب أجنبي. المدرب المصري أفضل علشان خاطر هو برضو يبقى قريب من اللعيبة وفاهم برضو هما يعني طريقة لعبهم وبرضو فاهم أكتر. كحماس وكفكر حاليا في الوقت الحالي اللي احنا فيه مدرب المصري أفضل طبعا. أكيد مدرب مصري عشان خاطر بيبقى مدي دايما حماس للعيبة، بيبقى حاسس بشعور اللعيبة. مع مدرب أجنبي، لأن المدرب الأجنبي هيبقى أحسن وهيعمل خطة هنمشي عليها لفترة طويلة لقدام. مع مدرب أجنبي، يعني المدرب المصري طول عمره ما بيعرفش يتعامل مع اللعيبه، بيبقى فيه زي حاجات شخصيه بينهم وبين بعض، بس المدرب الاجنبي هو اللي بيظهر شخصيته عليهم. مدرب مصر عشان نشوف القدرات المصريه عامله ازاي في التدريب، لان حسام البدري برده ما خدش فرصه كامله يعني. لا ما غششنيش.